في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 343 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 196 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 866 قطعة سلاح ناري، أبرزها 115 بندقية و84 بندقية آلية و32 مسدسا و635 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و110 خزينة، إضافة ل 1138 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 467,388 حكما قضائيا، من بينهم 1769 حكم جناية و166,361 حكم حبس و235,430 حكم غرامة و63,828 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهماً قاموا بارتكاب 3 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 78 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً. كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1083 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 233 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد عن 4784.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين قاربت 24.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد عن 6.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 12170 قرص مؤثر و11110 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 29 مليون جنيه. كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.